للتعليق على آخر التطورات بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق والرفض الشعبي لها وصراع الأحزاب السياسية الذي يسبق الانتخابات، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الناشط السياسي المعارض علي الشعلان. مرحبا بك أستاذ علي. يعني مثل كل انتخابات وقبل موعد إجرائها تنشط ميليشيات الأحزاب مستغلة نفوذها العسكرية والسياسي للضغط والترهيب بهدف خطف أصوات الناخبين لصالح مرشحين بعينهم. برأيك ما تداعيات استمرار هذه الممارسات؟ نعم مساء الخير أخي. هم بالتأكيد الميليشيات وميليشيات الأحزاب مستمرة في ترهيب الشعب العراقي وتضليل الشعب العراقي، لكن أخي هناك معلومات تفيد بأنه الشعب العراقي لن يذهب، يرفض هذه الانتخابات، يرفض هذه الانتخابات رفضا قاطعا، لأنه توجد تجربة عمرها 18 سنة لدى الشعب العراقي. 18 سنة الشعب العراقي لاحظ هذه الفئة، عصابات الأحزاب المتمثلة في عصاباتهم في المنطقة الخضراء لا تأتي للعراق بالتنمية أو بتنمية الإنسان أو الاقتصاد العراقي، تأتي فقط في نهب خيرات العراق وسرقة نفط العراق وكذوبة الانتخابات. احنا نسمع عنها كل 4 سنوات، كذوبة المجرب لا يجرب، تطل علينا هذه الوجوه الكالحة، المجرب لا يجرب وروح. احنا الشعب العراقي مثلا لمن يختار؟ احنا من 2003 لحد هذا اليوم، احنا 2021، هي نفس العصابات الأحزاب اللي جابها الاحتلال الامريكي وحاميها دولة الشرق ايران، هي نفس الوجوه الكالحة، فقط هم يتبادلون الادوار. اليوم هذا الحزب يستلم هذه الوزارات، غدا هذا الحزب يستلم مثلا مجلس النواب ورئاسة الجمهورية فقط. فاعتقد انه الشعب العراقي يرفض هذه الانتخابات رفض قاطع، وهناك معلومات كثيرة تدل على تمزيق صور المرشحين ورفض الانتخابات من في المناطق الشعبية، يعني في مناطق بغداد الشعبية هناك عزوف كامل نسمع انه الشعب العراقي يرفض هذه الانتخابات. نعم شوارع بغداد وباقي محافظات العراق تعوج بصور المرشحين الممزقة ولافتاتهم المحطمة، يعني الشعب يقوم بتحطيم هذه اللافتات والصور في الشوارع منذ اليوم الأول لبدء الترويج الانتخابي للمرشحين، وهذا ما يدل ربما مثل ما تفضلتم على رفض الشعب لهذه الانتخابات برمتها. رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يكثف من تحركاته مستخدما الآلة الإعلامية من قبيل محاسبة بعض المسؤولين للترويج عن منجزات يقول أغلب العراقيين إنها غير موجودة على أرض الواقع. يعني برأيك كيف تنظر إلى ما يقوم به مصطفى الكاظمي خلال هذه المرحلة؟ هل هو سعي مثلا مثله مثل غيره من أحزاب العملية السياسية للبقاء في المنصب من خلال هذه الانتخابات القادمة؟ نعم بالتأكيد أخي، الكاظمي يروج لنفسه ويستخدم المال العام، هذا المال اللي حضرتك وكل المشاهدين يشوفون هذه الصور، هذه المليارات اللي تبذل في من اجل دعاياتهم، هذه اموال الشعب العراقي، اموال نفط الشعب العراقي يقاسموها بيناتهم هم رؤساء الكتل والاحزاب، ويمولون حملاتهم الانتخابيه ويمولون تزويرهم. هي اصلا الانتخابات هذه ما توجد لها شرعيه، اصلا هؤلاء من في السلطه الان اخي لا توجد لديهم شرعيه، اجوا مع الاحتلال الامريكي، يعني على الشعب العراقي يفهم هذه، والشعب العراقي ادرك هذه القضيه. اليوم الشعب العراقي اخي يرفض هذه الطبقه الفاسده في المنطقه الخضراء. ويرفع شعار اسقاط النظام، غير هذا لا يوجد، اسقاط هذه الطبقه السياسيه الفاسده في بغداد. الكاظمي ولا المالكي ولا اياد علاوي هؤلاء عباره عن ناس جابهم الاحتلال، جلاوزه اجوا مع الاحتلال الامريكي وحاميهم الشيطان الاكبر ايران، ولذلك هم في السلطه. الشعب العراقي
بدأ يكتشف هذه الأمور من خلال 18 سنة السابقة. نعم حضرتك. ثمت اتهامات متبادلة بوجود مساع للتزوير بين شركاء العملية السياسية، وتحديدا فيما يخص استغلال الناخبين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة لسرقة يعني أصواتهم وتضييع ربما آلاف الأصوات. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ ما مدى التعويل من قبل الكتل السياسية على هذا النوع من التزوير؟ بالبداية هو لا يوجد ناخبين أخي، لا ما يوجد شيء اسمه ناخبين، لأنه الشعب العراقي كما أسلفنا اكتشف هذه الطبقة الحاكمة الفاسدة، اكتشف أنه هذه الطبقة الحاكمة الفاسدة تبدد ثرواته، تسرق أمواله. اكتشف الشعب العراقي لا توجد لديه مدارس، لا توجد لديه مستشفيات، لا توجد لديه بنية تحتية، لا يوجد لديه أمن. يعني إحنا البلد بالشرق الأوسط الوحيد والقريب على الخليج، البلد الوحيد اللي لا توجد به كهرباء. يعني العراقي يعني اكتشف هذه المؤامرة، هذه مؤامرة تحاك من قبل هذه أحزاب السلطة وميليشياتهم، تحاك على الشعب العراقي. بالبداية في النهاية عفوا ما يوجد شيء اسمه ناخبين. الشعب العراقي رافض هذه الانتخابات، واحنا شفنا في الناصرية البطلة تمزيق الصور، وممنوع أحد يرفض، ممنوع أحد يرفع صورة في الناصرية، بينما في بغداد يقدرون يرفعون. ليش؟ لأن عصاباتهم مسيطرة، الميليشيات اللي صنعوها هم، الأحزاب صنعوها لحمايتهم، هم يقولون لا هذه لتحرير العراق، لا هذه مو لتحرير العراق، هذه كذوبة، هذه حتى تحمي أحزابهم الفاسدة تبقى بالسلطة. واحنا كثير نشاهد حضرتك من خلال فيديوهاتهم المسربة شلون يمولون مليارات الدولارات، وهذه للأسف أموال الشعب العراقي. فأرجع أقول لحضرتك ما يوجد شيء اسمه ناخبين، الناس اللي بدك تنتخبهم بس الناس المستفيدة من الأحزاب، إلا الشعب العراقي يرفض. لاحظ حضرتك التلفزيون، لاحظ وأنت إعلامي، كل الشعب العراقي رافض هاي الانتخابات. نعم، من برلين الناشط السياسي المعارض السيد علي الشعلان، شكرا جزيلا لك.